يقول من قال منكم من أشار بأصبع قطعت فعند الله يجتمعان. من الذي يجتمعان؟ محمد رسول الله الذي أشار إلى السماء، ومن قال من رفع أصبعه إلى السماء قطعت أصبعه، يجتمعان. وكما قال عز وجل إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وما ظنك بأحد يكون خصمه، بل يكون خصمه محمد صلى الله عليه وسلم، إنه لمهزوم وإنه لمخصوم. نعم.